السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير. كما تتشوفوا الطوير هذا راه مريض بالكبد، هذا راه مريض بالكبدة، وبديت معاه التريتمون الدواء. يلاه بديت معاه، ولكن نصيحة مني، اللي بغى يعالج طوير بحال هكا وفيه الكبدة ولا داكشي، خصو يديرو في قفاز كبير، يبعد ليه الوقفات، يبعد ليه الماكلة في جهة والما في جهة، باش الطير تيتحرك، تيلقى فين يتحرك. أما الطير لما كانش يتحرك راه ما تيحرقش، صافي. وتدي ليه الدواء في المشربية. بالنسبة للدواء وداكشي، غنوريكم الدواء اللي أنا بادي معاه بيه، والحمد لله تيبان ليا تحسن. كاين ما الطوير ما بقاش كي كان، كاين تحسن. غير هي كي قلت لكم مساحة، خصو المساحة باش يسرح جناحاتو، القفص خصو يكون كبير. انا غنوريكم الدواء دابا عاودة من جديد، وغنوريكم الدواء كما تشوفوا الاخوان. الدواء ديال الكبد هو بضع قطرات في المشربية، ثلاث قطرات او اربعة في المشربية، ولكن الماء يكون يا اما مغلي، ماء مغلي تسناه حتى يبرد، يا اما تاخذ قرعة ديال الماء سيدي عليها عين سايس، مهم ماء معدني باش الدواء تيعطي نتيجة. يلا عطيتو الدواء غير البارح، اليوم تبارك الله راه ولا نشيط شوية، ولكن وفرتي حتى المساحة ديال القفص، راه كان في قفص صغر من هكا. وان شاء الله الفيديو الجاي غنجبدو غنوري لكم بخير وعلى خير. تبارك الله عليكم.